بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك: وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، الذي هو ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو اسم وافق مسماه على اسمه، في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سفره وإقامته وجهاده وتعليمه عليه الصلاة والسلام، في تعليمه للخلق للأمة على غرار السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته فيها. فهو عليه الصلاة والسلام خطب وهو في تبوك قبل أن يرجع إلى المدينة، لما هيأ الله له النصر والتأييد، وعلمه ما يشرع له، وعلم بذلك العباد عليه الصلاة والسلام. ذكر البيهقي في الدلائل دلائل النبوة، والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذه غزوة تبوك حصلت في السنة التاسعة من الهجرة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، فهو في حال جهاد عليه الصلاة والسلام من يوم أن بعثه الله جل وعلا حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وفي جهاد للأعداء والمشركين من أول الأمر حتى انتهت حياته عليه الصلاة والسلام في هذا العمل الجليل. فهو عليه الصلاة والسلام لما استطاع أن يفتح وتوافقه الجزيرة العربية في أدناها على ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، جاهد من حوله من المشركين من الكفار من الروم والفرس، جاهدهم جهادا عظيما حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما علم صلى الله عليه وسلم أن الروم والفرس يريدون غزوه في المدينة، ولو غزوه لأذهبوا شوكته وقضوا عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام بادرهم هو بالغزو. فهذه طريقة عليه الصلاة والسلام، إذا علم أن بعض أعدائه يريدون غزوه يغزوهم قبل عليه الصلاة والسلام.
حتى يأخذهم على غرة، حتى يأخذهم على جهالة، ما يظنون أنه سيصل إليهم، يستحقرونه ويحقرونه ولا يرون له فضلا عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يؤيده. فهو توجه لغزوهم لما علم بغزوهم إياه، لما علم أنهم يريدون التوجه إليه عليه الصلاة والسلام في المدينة، ما انتظرهم حتى يأتوا، بل بادرهم بالقضاء عليهم والتنكيل بهم وتأديبهم وردعهم عن غزو المدينة. ولو غزت الروم المدينة لقضت عليها، لأنهم جيش عظيم كثير، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزوهم ليكف شرهم وينتهوا من محاولة غزو المدينة، فتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم، فخافه الروم والفرس وهربوا منه، واصطلح مع من في طريقه من الفرس والروم وسائر العرب، أذعنوا له واعترفوا برسالته صلى الله عليه وسلم وآمنوا بذلك. وهذه عملية حسنة من أمور سياسة الحرب والقتال. ما كان عليه الصلاة والسلام ينتظر العدو حتى يأتي إليه، بل كان يبادر حتى يقول العدو لو لم يرى أن عنده قدرة على قتالنا ما جاء لقتالنا، فيخافوا من المسلمين. وقد ألقى الله جل وعلا الرعب في نفوس الكفار قبل أن يتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب لمسافة شهر. فإذا كان بين العدو وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، فالله جل وعلا يلقي الرعب في قلوبهم حتى يخافوا منه عليه الصلاة والسلام. وهذه حكمة حسنة وطريقة سليمة وسياسة جيدة من سياسات الحرب، أن العدو لا ينتظر حتى يأتي، وإنما يغار عليه المسلمون قبل ذلك ويتوجه لقتاله. ذكر البيهقي في دلائل النبوة والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة، فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح. قال: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ فقال: يا رسول الله، ذهب بي من النوم الذي ذهب بك. وذلك أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعبوا في تلك الليلة وساروا سيرا طويلا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصحابة أن يستريحوا ويرقدوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تفوتكم صلاة الفجر. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يرقد قرب صلاة خشية أن تفوته هذه الصلاة، يغلبه النوم وتفوته ويقول النائم حتى يستيقظ:
يقول النائم حتى يستيقظ صحيح، لكن ما ينبغي للإنسان أن يفرط في نفسه فينام في وقت يغلبه النوم عن الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لما طلبه منه النوم قال أخشى أن تفوتكم صلاة الفجر، يعني يغلبكم النوم. قال بلال رضي الله عنه أنا يا رسول الله أنتظر صلاة الفجر مستيقظا وأصلي حتى أوقظكم. ما دام أن الرجل التزم بالإيقاظ فليس للنبي صلى الله عليه وسلم عذر في عدم إجابة الصحابة على النوم، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم وناموا. فأخذ بلال رضي الله عنه يصلي صلاة بعد صلاة، صلاة الليل، لأن صلاة الليل مشروعة ويستحب للمسلم أن يكثر من صلاة الليل وليس لها حد، لو أفنى الليل كله في ركعة فحسن، أو صلى ثلاث ركعات فحسن، أو صلى خمس ركعات فحسن، المهم أن ينهيها على وتر. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما تيسر له. فأخذ بلال يصلي من الليل ليوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لصلاة الفجر. ففي آخر الوقت اتكأ بلال رضي الله عنه على الراحلة التي وضعها في قبلته فنام، غلبه النوم لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن قلوب العباد وأنفسهم بيده سبحانه وتعالى. فنام بلال ونام الصحابة رضي الله عنهم حتى طلعت الشمس وارتفعت، فما استيقظوا إلا بحر الشمس ذلك اليوم. فقام مسرعا عليه الصلاة والسلام وأمر بالرحيل عن ذلك المكان، لأنه قال هذا مكان فيه شيطان، والذي أخذ على الصحابة نفوسهم وأرواحهم فناموا. وخرج من ذلك الوادي لأنه يرى أن فيه شيطان، أنه هو الذي أيقظهم وهو الذي أنامهم، فلم يستفيقوا إلا بحر الشمس. فلما خرج من ذلك المكان أمر الصحابة بالأذان فأذنوا، ثم قام الصلاة بعدما توضأوا وصلى بهم صلاة الفجر ركعتين ضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فكفارة من نام عن صلاة الفجر أن يبادر بأدائها، فكفارتها المبادرة بأدائها، خلافا لما يظنه بعض الناس يقول فات وقتها ويؤخرها إلى بكرة إلى الغد، يقول في وقت صلاة الفجر صلي، أنا أقول لا يا أخي، هذا خلاف السنة، وإنما الواجب أن تصليها في الوقت الذي استيقظت فيه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
فبادر صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة الفجر ضحى، ثم خاطب بلال الذي التزم: ما الذي صدك عن إيقاظنا؟ فقال: يا رسول الله، أخذني النوم الذي أخذكم، ما لي سلطة، غلبني النوم مثل ما غلبكم، والله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الفجر، قادر على إيقاظ أحد الصحابة، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، لكنه ليشرع للعباد، لأن الآن في ذلك الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ويشرع للأمة إذا فاتت الصلاة كيف يقضونها. لو لم تكن هذه القضية حصلت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لشك الصحابة رضي الله عنهم كيف يقضون صلاتهم، هل يقضونها الآن أو يؤخرونها إلى الغد أو تسقط عنهم، المسألة ما هي من السهولة بمكان. فحصل هذا ليقول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه كفارة النوم عن الصلاة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تقضى في وقت ما يتيسر، في وقت حسب المتيسر، ولا يجوز تأخيرها إلى الغد ولا غير ذلك من الأفعال. قال صلى الله عليه وسلم لبلال: ألم أقل لك اكلأ لنا الفجر؟ يعني انظر، انتبه، احفظ لنا صلاتنا بانتباهك لصلاة الفجر. قال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذكم، أخذني النوم، اتكى فنام لحكمة يريدها الله جل وعلا. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المنزل غير بعيد، قال: أبعد عن هذا شيء مكانا يسيرا لئلا يبعد، لئلا يفوت الوقت، وقت الذكر. فصلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد تلك الصلاة خطب خطبة عظيمة كما قال الصحابي رضي الله عنه. نعم. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم ذهب بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. أما بعد يؤتى بها للخطبة لتدل الذي بعدها على موضوع الخطبة، على الكلام ما بعد، على المهم من الوصية: أما بعد فاتقوا الله حق تقاته، أما بعد فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. يقول الحديث الكلام الذي يتكلم به الناس، أصدقه وأوضحه وأجلاه هو كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله لا يشبه ولا يساوي كلام المخلوقين. وأوثق العرى كلمة التقوى. وأوثق العرى عروة التقوى، أوثق، أمكن وأقوى عروة يتمسك بها الإنسان عروة التقوى، تقوى الله جل وعلا
ولا يزيغ عنها يمينا ولا شمالا وإنما يتكئ عليها. تقوى الله جل وعلا العمل بمرضاته والبعد عن السيئات. وخير الملل ملة إبراهيم. خير الملل الطريقة والديانة. ديانات الناس كثيرة لكن أجمل الديانات وأثبتها دين إبراهيم الخليل عليه السلام. وأقرب الناس إلى دين إبراهيم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يمدح ملة إبراهيم لأنها على الحليفية السمحة السهلة الميسرة. وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وخير السنن الطريقة المستقيمة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنن الطريقة التي يسار عليها، سنن الناس وطريقة الناس في القتال وغيره كثيرة، لكن أفضلها وأحسنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرف الحديث ذكر الله. أشرف الحديث الكلام الذي يتكلم به الناس. أفضل ما يتكلم به المتكلم ذكر الله جل وعلا والثناء عليه ما هو أهله. وأحسن القصص هذا القرآن. وأحسن القصص يعني القصص الأخبار التي تأتي أو تقال، أحسنها وأصدقها هو كلام الله جل وعلا، لأنه كلام خاص صادر عن علم ويقين وعن صدق وإخلاص، وليس شبهة فيه ولا رياء فيه ولا مذمة فيه. فأحسن قصصي هذا القرآن، لأن الله جل وعلا يقص على العباد القصص الحسن، لأنه يعلم الشيء على حقيقته فهو يخبر العباد بذلك جل وعلا. وخير الأمور عوازيمها. خير الأمور أحسن أمر تختاره لنفسك، والطريقة التي تسير عليها هي طريقة القرآن، طريقة الصدق والإخلاص لله جل وعلا. وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور محدثاتها، المحدثة البدعة هي شر الأمور. اجتنب البدعة وتمسك بالسنة. شر الأمور محدثاتها، فما كان سنة فهو حسن ويؤخذ به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها البدع، اجتنبها وابتعد عنها فهي شر الطرائق. وأحسن الهدي هدي الأنبياء. وأحسن الهدي هدي الأنبياء، الطريقة التي يسير عليها الناس في حياتهم وفي معاشهم وفي أمور دينهم ودنياهم، طريقة الأنبياء، هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يأتون بما شرعه الله جل وعلا لهم. وأشرف الموت قتل الشهداء. أشرف الموت، أشرف ما يموت المرء عليه أن يقتل شهيدا، لأنه ما من ميت يرجو الرجاء يرجو النجاة والعودة إلى الدنيا إلا الشهيد. لما الشهيد يرجو ذلك؟ لأنه يرى الثواب الجزيل الذي أعطاه الله جل وعلا، فيحب أن يأخذ به أكثر من ذلك.
فأكثر أولى ما يموت عليه الإنسان وأحب الموت إلى الإنسان أن يموت شهيدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، فالشهيد هو من يقتل في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم عن الشهادة والشهداء: ليس كل ميت شهيد، بل الشهيد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي الموت أعظم؟ أن يكون المرء شهيدا يكتب له الشهادة في سبيل الله، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لا يموتون بهذا القتل، بل هم أحياء وإنما ينتقلون من دار إلى دار. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالحكمة والعلم وعظة الحسنة والعلم النافع والسلامة في الدين، إنه سميع مجيب. وهذا جزء من تلك الخطبة، والخطبة سنستكملها إن شاء الله، إنها خطبة عظيمة فيها شرائع وفيها آداب وأخلاق، اختارها ابن القيم رحمه الله جل وعلا، رحمه الله بالجنة وثابه على ذلك. يقول السائل: ما معنى قول بلال، ما معنى يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بأن يحفظ لهم صلاة الفجر، يكلأها يحفظها، يعني ينبههم لها قبل أن تفوت عليهم. يقول السائل: وخير الأمور عوازمها، ما معنى عوازمها؟ وخير الأمور ما عزم عليه الأمر، ما كان حسنا ومعزوما عليه، لأنه قد يكون المرء يعمل عملا سيئا ويعزم عليه، هل هذا يعتبر من خير الأمور؟ لا. هل المرء إذا عزم على الشيء أداه كما ينبغي؟ نعم. وإذا عجز عنه فإنه يكون مقصرا في ذلك. خير الأمور ما عزم عليه المرء حتى يؤديه. سائل يقول: من نسي صلاة أو نام عنها، هل يبدأها بأذان أم بإقامة، أم بماذا يبدأ؟ الأذان والإقامة سنة، وقد تكون فرض كفاية، فإذا أداها أولا فحسن، وإذا لم يؤدها فلا بأس، يحسن أن يؤدي الصلاة الفائتة بالأذان والإقامة. يقول: هل يجوز للمظلوم لعن ظالمه؟ يقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يجهر بالعمل السيء الذي يؤذي صاحبه، لكن إذا تجاوز وعفى فذلك خير له. فالله لا يحب الجهر بالسوء إلا في حالة الظلم، إذا ظلم الإنسان فله أن يأخذ حقه، وإن تجاوز أعطاه الله جل وعلا ما هو أكثر. فإذا عفى الإنسان عمن ظلمه فقد أعطاه الله، فقد يعطيه الله شيئا كثيرا خيرا عظيما، وإذا أخذ حقه فمن حقه ذلك ولا يضيره. يقول السائل: قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهل المراد حفظ هذه الأسماء أم قراءتها فقط؟
ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى وطيبة وجليلة وعظيمة، فليختار المسلم الدعاء بأسماء الله الحسنى يعطيه الله جل وعلا ما سأل. والمراد بالعقيدة الاعتقاد أن لله الأسماء الحسنى، ويسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول السائل: هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات النهي المعروفة؟ نعم يا أخي، يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت تذكرها، سواء كان وقت نهي أو ليس بوقت نهي. ما للصلاة الفائتة وقت تنهى عنه، وإنما يجب أن تؤديها كما أمرت في أي وقت استيقظت أو علمت. لا يجوز لك أن تؤخر مثلا صلاة الظهر إلى ما بعد العصر، لكن إذا لم استيقظ لصلاة الظهر إلا بعد العصر فيجب عليك أن تؤدي صلاة الظهر أولا ثم صلاة العصر ثانيا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول السائل: رجل اقترض مني مالا قبل 20 عاما، والآن يريد سداد القرض، لكن لا يستوي لأن نقود الدولة قد تغيرت، فماذا أفعل معه؟ تتفق وإياه عند القاضي على إعطائك قدر قيمة هذه النقود في وقتك قبل أن تكسد وقبل أن يقضي وقتها. فمثلا إذا أعطيك 1000 ريال منذ 50 سنة، منذ 100 سنة مثلا، منذ أكثر من ذلك، 1000 درهم بذلك الوقت، فعليك أن تقضيه هذا المبلغ حسب ما يساويه اليوم ذلك الزمان. يقول السائل: أتيت من المدينة بعمرة، والآن هل لي أن أخرج إلى الحل لآتي بعمرة لوالدي المتوفى؟ لا بأس عليك أن تكرر العمرة، مع أن تكرار العمرة ما يحسن، لأن الإنسان يستطيع أن يأتي بالعمرة فيما بعد أيام، لكن كونه يأتي بعمرة اليوم وغدا يأتي بعمرة وبعد غد يأتي بعمرة، هذا خلاف السنة أخي. وإنما لك أن تكرر إذا كان بين العمرة والعمرة وقت طويل، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سائل يقول: هل يجوز مجالسة أهل البدع والأكل معهم مع اعتقادهم أنهم ينفعون من دون الله؟ لأنك أخي اجتمعت معهم تريد أن توجههم وتعلمهم ويقبلون المعلومات منك فحسن، وأما إذا كان يخشى عليك أن تستجيب لهم وتسلك مسلكهم فهذا لا يجوز لك. يقول السائل: اغتسلت يوم الجمعة وبعد صلاتي للضحى تذكرت أني كنت جنبا فاغتسلت مرة أخرى، فهل فعلي صحيح أم أن الغسل الأول يكفي؟ فعلك هذا حسن، لأن اغتسالك الأخير لأجل علمك بأن عليك جنابة، والجنب يجب عليه أن يغتسل،
وأما اغتسالك الأول فعند بعض العلماء أنه لا يكفي عن الغسل الواجب، لأن من كان عليه غسلا مستحبا واغتسل غسلا على أن غسل مستحب وهو بالحقيقة عليه غسل واجب فلا يكفي المستحب عن الواجب. وعند بعضهم يجوز ما دام الغسل الأول مشروعا يكفي عن الواجب إن شاء الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.